السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف السادس ثانوي علمي. إن شاء الله النهاردة هناخد بحث نوع الدالة من حيث كونها زوجية أو فردية أو أحادية. زوجية وفردية ده طريقة حلهم متشابهة. عشان نعرف الدالة زوجية أو فردية في طريقين اتنين، لإما تعرفها بيانيا لإما جبريا. هناخد الأول بيانيا. بيقول عشان تكون زوجية لازم تكون متماثلة حوالين محور صاد. لازم يكون محور صاد هو اللي قاسم الرسمة. بتكون فردية لو نقطة الأصل هي اللي قسمت السؤال، يعني الرسمة بتاعتي نقطة الأصل هي اللي في النص. نشوف أمثلة. أول مثال، الدالة دي زوجية ولا فردية؟ الدالة دي يا أستاذ فردية. ليه؟ علشان نقطة الأصل هي اللي في النص، وما خدش قيمة فوق وما خدش قيمة زيها تحت. يعني أنت شايف المفتوحة دي في زيها تحت، خلاص يبقى كده في تماثل حوالين نقطة الأصل، دي فردية. نشوف الرسمة التانية. محور الصاد قسمها، بس خلي بالك إن هنا في نقطة ما اتاخدتش ومتاخدة قصادها في الناحية التانية، يبقى دي ليست زوجية وليست فردية. ما ينفعش تقول ليست وليست، من كتر الحال الشباب بيقولوا إيه ليست وليست وخلاص، كده غلط. لازم تقول ليست زوجية وليست فردية. ليه تاني يا شباب قلنا دي ليست زوجية وليست فردية؟ علشان يا أستاذ في القمة هنا ما خدهاش بس خدها فوق صدها، كده ما بقاش فيه تماثل. الشكل ده دي زوجية. ليه؟ ما خدش هنا قيمة وما خدش زيها، كده فيه تماثل محور الصاد قاسمها، دي زوجية. السؤال اللي بعده، زوجية يا أستاذ محور الصاد قاسمها، هنا قيم زي القيم اللي هنا. طب السؤال ده، ده في قيمة فوق يا أستاذ مش واخدها بس تحت خدها، يبقى دي ليست زوجية وليست فردية مع إن نقطة الأصل في النص. ليه فردية؟ ليه فردية؟ علشان في تماثل حوالين نقطة الأصل، نقطة فوق ما خدهاش تحت برضو ما خدهاش، ونقطة الأصل أسمى شكل السؤال. دي زوجية. طب ليه زوجية؟ علشان في تماثل حوالين محور صاد. الرسمة دي فردية لأن في تماثل حوالين نقطة الأصل. يا رب تكون قدرت تفرق ما بينهم بيانيا. طب جبريا بنحل إزاي؟ بكل سهولة وكل بساطة. قال أنا هديك دالة سين، بتقوم مبدل السين وحاطط سالب سين، أي سين في السؤال بتشيلها وتحط سالب سين. لو الناتج طلع نفس الأصل، يعني دالة سالب سين هي هيها نفس دالة سين وحصلش تغيير، يبقى الدالة دي زوجية. لو دالة سالب سين طلعت نفس الأصل اللي هي دالة سين بس تغير إشارتها، تبقى الدالة دي فردية. لو طلعت دالة سالب سين لا تساوي دالة سين لا تساوي سالب دالة سين، يبقى الدالة دي ليست زوجية وليست فردية. خلي بالك من حاجات عشان هتحتاجها. هتحتاج تعرف سالب سين الكل أس اتنين دي بسين أس اتنين، يعني سالب سين أس زوجي تديني موجب، سالب سين أس فردي تديني سالب، زي سالب سين الكل أس تلاتة دي بسالب سين أس تلاتة، سالب سين الكل أس خمسة دي بسالب سين أس خمسة، ظا سالب سين دي بسالب ظا سين. ليه؟ لأن سالب سين الربع الرابع، الظا والجر والقطع كل دول السالب، إنما الجتا هي اللي بالموجب هي والقاف. يعني لما أقول ظا سالب سين دي بسالب ظا سين، جا سالب سين دي بسالب جا سين، جتا سالب سين دي بموجب جتا سين، موجب جتا سين. يلا نروح للسبورة علشان نفهم الجزئية دي بالتفصيل وبنحله ازاي. هنحتاج يا باشمهندسين أساسيات.
أول أساس محتاجه محتاج تعرف لو الأس بتاعك كان زوجي ما بيطلعش سالب من تحته، بيطلع موجب. يعني لو كان ده اسمه نون وكان ده زوجي، يبقى الناتج هيكون س أس نون من غير سالب. لو كان سالب س الكل أس فردي، يبقى الناتج سالب س أس فردي أو أس نون. يعني لو كان هنا أس نون وكان النون دي فردي، زي سالب س أس 3 مثلا، يبقى الناتج سالب س أس 3. سالب س الكل أس 2، يبقى الناتج موجب س أس 2. ليه؟ لأن هنا الأس زوجي. محتاج أساس كمان اللي هو ق سالب س ده موجب ق س، لأن ده كان الربع الرابع. سالب س ده في الربع الرابع، هنا كده دي الزاوية بيكون سالب س، دي زاوية. سالب س بنمشي مع عقرب الساعة، والقا ده مكانها لأنها مقلوب الجتا. طب لو كانت جتا يا أستاذ دي بموجب، طب لو كانت جا ده مش مكانها بتديني سالب، طب لو كانت ظا ده مش مكانها بتديني سالب. محتاج تعرف كمان إن مطلق سالب س هو هو مطلق س. ليه؟ لأن المطلق ما بيطلعش من جواه سالب. الحاجات دي هنحتاجها في الحل دلوقتي. نشوف أمثلة. ابحث نوع الدوال من حيث كونها زوجية أم فردية. اداني دالة س بتساوي 5، واداني دالة س بتساوي 3 س ناقص 4 س تكعيب. هناخد يا أستاذ الأولى مثلا، هنبدل السين ونحط سالب سين. مفيش اصلا سين هنا يا استاذ، ده دي داله ثابته. لما بيكون رقم كنا بنسميها داله ثابته. يبقى داله سالب سين طلعت قد داله سين. لما بيكونوا قد بعض داله سين. لما بيكونوا قد بعض كده بنقول على الداله دي زوجيه. ليه؟ علشان لما بدلت س في السؤال وحطيت سالب س طلعت نفسها، دي بنقول عليها زوجية. طب هنا تعال نشيل الس ونحط سالب س، يبقى 3 في سالب س بسالب 3 س ناقص 4 في سالب س أس 3، يبقى سالب 3 س. السالب في سالب بموجب 4 س أس 3. في هنا سالب مشترك، هناخده الموجب ده عبارة عن سالب في سالب. تاني يا شباب أنا عملت إيه؟ أنا بدلت كل س وحطيت مكانها سالب س، يعني شلت دي وحطيت سالب س، شلت دي وحطيت سالب س. بقى سالب س أس فردي بتديني سالب. هنا هو الدد سالب وهنا الدد سالب. هرجع آخد السالب مشترك. طب ليه أنا خدته مشترك؟ علشان أشوف دالة سالب س. هل طلعت قد سالب دالة س؟ هو ده كده، ده هو نفس الأصل. أيوه، ما هو 3 س ناقص 4 س تكعيب أهو، يبقى نفس الأصل. يبقى لما شلت السين وحطيت سالب طلعت نفس الدالة بس متغير إشارتها، إذا الدالة فردية. يبقى علشان أقول له هي زوجية ولا فردية، لازم يا أستاذ لما أنا أشيل السين وأحط سالب سين، لو طلعوا قد بعض تبقى زوجية. لما بدلت السين وحطيت سالب سين طلعت الدالة بعد ما بدلت السين وحطيت سالب سين نفسها، يبقى الدالة زوجية. هنا لو طلعت الدالة بعد ما بدلت السين وحطيت سالب سين نفس الدالة الأصلية بس متغير الإشارة، تبقى الدالة دي فردية. سأل كمان، عايز أبحث نوع التولي دي من حيث كونها زوجية أم فردية. عادي برضو يا أستاذ، أنا بشيل السين وبحط سالب سين، بجيب دالة سالب سين.
يبقى سالب س أس 4 الأس هنا زاوية، شوف هيفكرك بإيه؟ سالب س أس 2 برضه الأس زاوية، ده رقم يعني هشيل الرقم وأحط س، ما ينفعش أنا بشيل الس وبحط سالب س. يبقى هنا هتديني موجب س أس 4، موجب س أس 2 ناقص الواحد، يعني دي هتفضل زي ما هي مش هتتأثر لأن أسها زوجي. يبقى هنا يا أستاذ لما شلت الس وحطيت سالب س طلع نفس الأصل، يبقى بما إن دالة س هي قد دالة سالب س، إذا الدالة زوجية. طب السؤال التاني، طريقة الحل ثابتة في كله مهما يكون شكل السؤال. بشيل الس يا أستاذ وبحط سالب س، يبقى سالب س الكل أس 2 على 1 ناقص الس. ليه منين ده بقى؟ ما هو زائد أهو، وشلت الس وحطيت سالب س. هنا يا أستاذ الأس زوجي بقت س أس 2 على 1 ناقص س. تعال ناخد من تحت مثلا السالب مشترك، يبقى دالة سالب س بتساوي س تربيع على سالب اهو خدته مشترك، اتبقى س ناقص 1، لأني خدت السالب المشترك بغير إشارة ده وغير إشارة ده، لأن ده يعتبر سالب في سالب، الموجب اللي قدامه سالب في سالب. المسألة يا أستاذ ما طلعتش زي الأصل، حتى لما خدت السالب المشترك ما طلعتش زي الأصل. طب قبل ما اخد السالب المشترك برضه ما طلعتش زي الأصل، يبقى بما إن دالة س لا تساوي دالة سالب س لا تساوي سالب دالة س، يعني دول مش قد بعض التلاتة، إذا الدالة ليست زوجية وليست فردية. مش هنبه تاني، لازم تكتب ليست زوجية وليست فردية، ما تكتب ليش ليست وليست. السؤالين دول يا شباب مع انهم شكل بعض الا ان فيهم مشكلة بتخلي اي بني ادم يتلخبط في الامتحان، تخلي الواحد يتلخبط جدا. فواحد قال ايه في الاولى؟ عادي يا استاذ احنا نشيل السين ونحط سالب سين مش هتطلع زي الاصل، يبقى هي ليست زوجية وليست فردية. صح هي ليست زوجية وليست فردية بس حلك خطأ للأسف. طب التانية يا أستاذ هنشيل س ونحط سالب س بقت زي ما هي تبقى زوجية، حلك صح ومظبوط. لا طب ليه هنا ما ينفعش أشيل الس وأحط سالب س زي ما احنا ما متعودين؟ لأنك يا باشمهندس أنت قدرت ترفض المسألة بسبب معلوماتك. إيه معلوماتي؟ أنت قلت جايب السؤال ده خدته أكبر من أو يساوي الصفر، يعني س أكبر من أو يساوي سالب 3، بقى مجالها من أول سالب 3 لموجب ما لا نهاية. يبقى كده يا أستاذ ما بقاش في تماثل، يعني انت بقت رسمتك بدايتها سالب 3 ونهايتها ما لا نهايه، وليكن انها كانت كده مثلا. القيم اللي هنا مفيش زيها هنا، انت خدت جزء منها الباقي كله مش موجود هنا، فعلشان كده قلنا ان هي ليست زوجيه وليست فرديه. طب ديت مع انه جذر تربيع يا استاذ الا اننا هنشيل برضه السين ونحط سالب سين، عايز تفهمها؟ حضرتك انت لو خدت اللي جوه الجذر ده اكبر من او يساوي الصفر، يعني سين تربيع اكبر من او يساوي سالب 6، هتيجي تجيب الجذر مفيش جذر الرقم سالب، فعلشان كده عمرها ما هتطلع بالسالب، لان مفيش رقم ربعه يديني سالب، يعني معنى كده ان دي مجالها ح، يبقى ابحثها، يبقى دي ابحثها عادي خالص. هنبدل السين ونحط سالب سين، يبقى سالب سين اس 2 زائد 6، يبقى جذر سين اس 2 زائد 6.
إذا أنا يا أستاذ طلعت نفس الأصل، يبقى بما إن دالة س قد دالة سالب س، إذا الدالة زوجية. المثال الأول هنا بيقول دالة س بتساوي س ناقص واحد على س زائد واحد الكل أس خمسة، زائد س زائد واحد على س ناقص واحد الكل أس خمسة. عايز نعرف النوع من حيث كونها زوجية أم فردية. بكل سهولة يا أستاذ، أنا ببدل السين وبحط سالب سين. سالب سين ناقص واحد على سالب سين زائد واحد أس خمسة، زائد سالب سين زائد واحد على سالب سين ناقص واحد بكل أس خمسة. في من هنا سالب مشترك في كله، في سالب مشترك أهو خدته، اتبقى سين زائد واحد على، ومن تحت في سالب مشترك اتبقى س ناقص واحد. اتفقت ان الموجب ده سالب في سالب، لما بتاخد سالب مشترك من الاخر بتغير كل الاشارات. زائد هنا نفس الطريقة هنشتغل، هناخد سالب مشترك اتبقى س ناقص واحد، هناخد من تحت سالب مشترك اتبقى س زائد واحد الكل أس خمسة. السالب ده راح والسالب ده راح، ده بقت المسألة هي الأصل، بس ده جه قبل ده. يبقى إذا الدالة زوجية، يبقى بما إن دالة س قد دالة سالب س، إذا الدالة زوجية. شوف السؤال اللي بعده، دالة س بتساوي 4 أس س زائد 2 أس سالب 2 س. علشان ما تتوهش في السؤال ده، شوف الأربعة كام أس كام. أنا شفت الأربعة من أس 2، يبقى 2 أس 2 س زائد 2 أس سالب 2 س. هنبدل كل س ونحط سالب س. شلت الس دي حطيت سالب، بقت سالب عين. شلتها سالب، سالب في سالب بموجب. ده هي يا أستاذ نفس الأصل، يعني ما شلت س حطيت سالب، نفس الأصل أهو. يبقى بما إن دالة س بتساوي دالة سالب س، إذا الدالة زوجية. هنبدل يا أستاذ الس ونحط سالب س، يبقى دالة سالب س بتساوي ج سالب 3 س، ج سالب 2 س، ق سالب س. طبعا دي زوايا كلها. ج سالب 3 س بسالب ج 3 س، ج سالب 2 س دي موجب ج 2 س. ليه؟ ج سالب س هي هياها ج س، ق سالب س هي هياها ق س. ليه؟ علشان ربعها. بقت الدالة كلها دي كده الدالة، اتغير إشارتها. يبقى بما إن دالة سالب س بتساوي سالب دالة س، إذا الدالة فردية. لو جت لي دالة متعددة التعريف زي كده، هعرف نوعها زوجية ولا فردية إزاي؟ أنا يا أستاذ بشيل الس وأجيب دالة سالب س، يبقى دالة سالب س بتساوي سالب 2 س سالب س أكبر من الصفر، أي س. سالب في سالب بموجب سالب 2 في سالب س، سالب س أصغر من الصفر. يبقى سالب س هنا سالب 2 س لما س أصغر من الصفر، سالب في سالب بموجب 2 س لما س أكبر من الصفر. ليه؟ في المتباينات لما كان بيكون قدام السين سالب بنقلب، أصغر بتكون أكبر. الدالة دي طلعت نفس الأصل، يبقى بما إن دالة س قد دالة سالب س، إذا الدالة زوجية. الدالة الأحادية بنعرفها إزاي؟ في طريقين برضو، طريق جبري وطريق بياني.
الطريق البياني بتقوم راسم خط بيوازي محور السينات ونمشيه على الرسمة. لو قطع مرتين تبقى ليست أحادية، لو قطع مرة واحدة تبقى دي أحادية. الدالة عشان نقول عليها أحادية هعوض بدالة ألف وسويها بدالة ب، لازم يطلع في الآخر ألف قد ب. مثال: دالة س بتساوي س زائد 3. الدالة دي أحادية ولا ليست أحادية؟ هنبدل يا أستاذ كل س ونحط ألف مرة ونحط باء مرة. هنشيل السين ونحط ألف، نجيب دالة ألف. ألف زائد 3، نجيب له دالة باء. دالة باء بتساوي باء زائد 3، سويهم ببعض يبقى ألف زائد 3 بتساوي باء زائد 3. دول راحوا لأن هما متساويين، يبقى ألف بتساوي باء. إذا الدالة أحادية، يبقى علشان تكون الدالة أحادية لازم تعوض بثابت ألف في المعادلة وتعوض بثابت ب وتساويهم ببعض، لازم ألف تطلع قد ب في الآخر. عايز نبحث نوعها هي أحادية أم ليست أحادية. قلنا بنجيب له دالة ألف، يعني ببدل أي س وبحط ألف، وبجيب له برضه دالة ب، ببدل أي س وأحط ب. وأساويهم ببعض، هعمل يا شباب تصفيتي، هعمل وسطين في طرفين، 3 في 4 ب 12 زائد 3 في 3 ب 9 ناقص 20 ناقص 15. مسكت كل رقم من هنا ضربته في اللي قصاده، ده نفس الكلام بتساوي 12 ألف ب ناقص 20 ألف زائد 9 ب ناقص 15. 15 راحت لو عدناها من شرق مخالفة، 12 ألف ب راح مع 12 ألف ب لو عدناها من شرق مخالفة. هنا في 9 ألف سالب 20 ب، هنا سالب 20 ألف و 9 ب، نجيب الألف مع بعضه يبقى 29 ألف بيساوي 29 ب. 29 لما قسمنا عليها راحت بقت ألف قد ب، يبقى إذا الدالة أحادية. هنشيل يا أستاذ كل س ونحط ألف، ونشيل كل س ونحط ب، يبقى ألف زائد 3 أس 2 بتساوي ب زائد 3 أس 2. هنشيل الأس 2 ده، هنجيب الجذر. هنا في مشكلة، خلي بالك الأسس متساوية، الأساسات متساوية، بس في خطأ. لما يكون الأس زوجي لازم تحط في طرف موجب أو سالب، لازم. يبقى ألف زائد 3 بتساوي موجب أو سالب ب زائد 3، يعني ألف زائد 3 هنساويها بب زائد 3، وألف زائد 3 هنساويها بسالب ب ناقص 3. هنا يا أستاذ الألف بتساوي ب، بس هنا الألف لا يساوي ب، لأنه هيكون ألف بيساوي سالب ب ناقص 6، فمش هتنفع، يبقى دي ليست أحادية. يا أستاذ ما نصها أحادي، ما ينفعش، لازم تكون في الآخر ألف بتساوي ب لوحدها، يبقى إذا الدالة ليست أحادية. نتمنى أن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.